بتعرف امتى انتخابات البلدية الجاي؟ لا 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 والله ما بعرف. لا بشهر 10 انتخابات. والله لا هلأ عرفت بصراحة. مستعدة تترشحي للانتخابات الجاي؟ إذا في مجال ليش لا؟ أنا لا، لأنه عمري كبير هلأ، في بخلي الدور للشباب أوعى مني وأفهم مني. لا ليه؟ أنا مش كدها عادي. مش مشكلة. ما في استعداد. لا لا. لو انتخبوك رئيس بلدية شو بتعمل؟ لا في انتخب رئيس بلدية ولا رئيس البلدية بدي يبقى متعلم، بدي يبقى شو اسمه، بدي يبقى عامي رئيس البلدية. والله بنظم الطرق الصراحة، بفتش على كل إشي مش صحيح في البلد. ممكن أغير نظام السير، ممكن أغير التكاسي والفردات، وممكن أغير نفس الشيء حكة النظافة، لأنه إحنا شايفين يعني خاصة الحوادث آخر فترة والطرق. هو إشي الشوارع تكون منظمة، وال يصير في محل السيارات ما تصف على الرصيف. أول إشي بنظبط أوضاع البلد، نظافة. إنه أول إشي بحاول أطلع لموضوع الخريجين الجدد، دائماً بتطلعوا إنه إحنا بدنا خبرة، طب من وين يجيب الخبرة إذا هو ما اشتغل؟ راح أحسن مشاريع البلد، راح أوسع شوارع ضيقة كثير على المواطنين. بصبت الشوارع وبصبت النفايات اللي في الأرض مرمية على كل إشي بزبط.